مرحب بكم كل مشاهدينا الكرام في طبعا هذا الجزء من الخيمة الرمضانية النهاردة. الحقيقة زي ما قلنا لكم قبل الفاصل مشاهدينا ان احنا دلوقتي هنتكلم على هذا القانون او هذا القرار الجديد لرئيس الجمهورية ورقم 89 لسنة 2015، وهو الخاص بإعفاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعضاء رؤساء وهيئات الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية والكيانات المختلفة في الدولة من مناصبهم في حال إذا يعني صدر تقريبا 4 أو 5 نقاط ممكن أنهم على أساسهم أو على غرارهم رئيس الجمهورية أنه هو يعني ينحي رئيس هذه الهيئة المستقلة أو رئيس هذا الكيان أيا ما كان. هذه النقاط وأعتقد أن هي ممكن تكون وردة على كل عقول السادة المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، يمكن لأنهم تابعوها قبل كده أو يمكن أيضا كمان لأن الحق لابد أن يكون هو ده الأمر. فهذه النقاط زي هنسردها على حضراتكم. أولا أنه هو يكون هذا الرئيس لهذه الهيئة المستقلة أنه هو يكون تورط في شكل أو في آخر في أعمال تعادي سياسات الدولة أو أنها متجهة أو متسقة مع سياسات لها علاقة بالإرهاب، لها علاقة بالفساد، أيا ما كان هذا الاتجاه. أيضا كمان أنه هو يكون ما عادش مؤهل أنه يؤدي هذا الدور أو هذه الوظيفة غير الجزئية الصحية، يعني استثنوا الحالة الصحية من جزئية عدم التأهيل لأداء مهام الوظيفة، يعني أنه هو خبراته أصبحت لا تتفق ولا تتسق مع هذا المكان اللي هو بيترأسه. حاجات كثيرة جدا أيضا كمان كثرة الشكاوى منه أنه هو لا يستطيع أن يتعامل مع من هو بيرأسهم أو أنه هو لا يستطيع أن ينتج أكثر مما منتظر منه. هذه الأمور أعتقد أنها واضحة وأعتقد أنها مهم جدا أن إحنا نتخذها حيال الشخصيات اللي بتمسك مراكز عليا ومراكز اتخاذ قرار في جمهورية مصر العربية. لكن هذا القرار كيف سيكون تأثيره على النقابات في مصر وخاصة على النقابات المتعلقة بالمهام اللي ليها شغل مع الفلاحين أو نقابات الفلاحين بوجه عام؟ ده هيكون كلامنا وحوارنا، وأيضا كمان هنتكلم في أجزاء أخرى مع ضيوفنا الكرام اللي موجودين معنا في استوديو الخيمة النهاردة. الحاج محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين وصغار المنتجين، برحب بحضرتك حاج محمد. أهلا وسهلا يا فندم. أيضا كمان مشرفنا في استوديو الخيمة الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين، أهلا بيك يا حاج منورنا. أهلا وسهلا بيك. يا أهلا وسهلا بيكم. أولا مبدئيا هذا القانون يعني كان له أصداء كثيرة قوي وكان فيه شد وجذب وناس كثيرة مع وناس ضد، فأنا مش عارفة حاجة محمد فرج حضرتك معي. الأول إحنا بداية الحلقة بننعي أمير سعود الفيصل لأن هذا المصاب الأليم بوفاة هذا الرجل، يعني في بس هو اللي يشد من أزرنا أنه ميت في يوم مباركة، ندعو له بالرحمة. وإحنا كاتحاد فلاحين بننعي الأمير سعود الفيصل وإخواتنا السعوديين. لا يفوت الفلاحين أبدا لا هذه طبعا الفائتة لا أبدا طبعا. الحاجة الثانية بنتقدم بالشكر لمجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إن هي طلعت تمكين الحكم لفلاحين سرسو في الدهلية بتطبيق الحكم الصالح لصدرهم من استلامهم الأراضي بتاعتهم. فإحنا لازم نبدأ كلامنا إن إحنا نحيي وزارة الزراعة وزير الزراعة بصفة خاصة ومجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إنه خد القرار ده يوم الخميس اللي فات. نتكلم بقى بخصوص القانون. إحنا مع الرئيس في الكلام ده، وأي مسؤول طالما خالف القانون وخالف اليمين اللي حلفه من حق رئيس الجمهورية في غياب البرلمان إقالته ومحاكمته، لان احنا النهارده في لجان للفساد من بقالنا 4 سنين. نعم. وصلنا لايه؟ تاخير وكل ده عمال يتحاسب على الرئيس. كل ده عمال كل اما تيجي النهارده تتكلم المواطن في الشارع بقى يستغيث بالرئيس سأم. فكون ان الرئيس النهارده طلع قرار جمهوري بنفس هذا الشيء احنا معاه قلبا وقالبا، طالما احنا مش لان هو حتى في القرار قال لتهديد الامن القومي. يعني مخصص ليه؟ فمين مين اللي هيختلف على كده؟ مين اللي هيختلف على ان عنصر فاسد يبقى رئيس هيئه؟
طبعا اتخذت للنقابات والى اخره ماشي ما بس يمكن بيتكلموا في الاجهزه الرقابيه وده حد ذاته دافع انه بيدي الحصانه للاجهزه الرقابيه انها تشتغل بمنتهى الشفافيه وما في ما فيش حاجه تداري دلوقتي. العنصر الفاسد لازم المجتمع نفسه او يبقى مهمتنا ان المجتمع نفسه لازم يحارب الفساد. نعم. لان احنا كده مش عايزين نتننا شغالين في دايره مقفوله. نعم. لا انا مع القرار قلبا وقالبا ايا كان حتى اللائحه التنفيذيه بتاعته ايه او حجم مناقشاته هتبقى ايه انا معاه لان العنصر الفاسد لازم طبعا ما لا يليق انه يبقى يمثل الدوله او انه يمثل مجموعه طالما هو عنصر فاسد. نعم. واحنا طالما اتفقنا ان احنا حلمنا ببلدنا وثورتين مجيدتين امم ان ضد الفساد. نعم. يبقى لازم طيب. نساعد الرئيس في تطبيق القرار. دي رؤيه حضرتك. طب الحاج حسين يعني قبل ما نبدا الكلام في اي حاجه برضو هعرف وجهه نظر حضرتك من هذا القانون. بدايه طبعا انا بضم صوتي لصوت الحاج محمد فرج وبنعزي الشعب العربي كله في وفاه الامير سعود. طبعا دي حاجه يعني ماساه كبيره قوي. وبقول وبعزي الشعب المصري في الشهداء اللي حصلوا على راسهم السيد النائب العام. وبقول الشعب المصري يعني ان شاء الله الايام اللي جايه تبقى احسن والعيد جاي. وبطمنهم وكل سنه وهم طيبين. في البدايه طبعا القانون ده يعني احنا كنا ننتظره على حر من الجمر. يعني المفروض القانون ده يبقى خاص كمان بالنقابات والاتحادات بتاع الفلاحين لان قصر الكلام عليها وقصر الناس اللي هم مستغلين الموضوع ده وعاوزين نوضح حد له ومش هيوضح حد غير السيد رئيس الجمهوريه اللي احنا بنناجده ان الموضوع ده لو ما كانش يخص النقابات ان هو يتفاعل في النقابات. لان احنا دلوقتي عندنا كتير من الناس اللي بتطلع تقول انا نقيب فلاحين انا رئيس اتحاد انا اعمل انا اودي الفلاحين طبعا غلابه بطبعهم فبينجروا ورا الاسماء اللي الرنانه ديت وبيدفعوا فلوس كرنات وبيدفعوا فلوس فبينضروا. الدوله وظيفتها انها تحافظ على الفلاحين دي لان قوت الفلاح ورزقه يعني الراجل الغلبان ده 25 جنيه اللي بيدفعها كرنيه او كده يعني بياخدها من قوت عياله عشان يستفاد مش عشان يحطها الواحد يصرف بيها على اهله في مصر هنا ويقعد يفتح مقر ويقول انا نقيب انا كده. نعم. فاحنا كلنا فلاحين مصر بنتوجه للسيد الرئيس عايزين نقابه مهنيه موحده او اتحاد او ايا كان الاسم لكن يضم فلاحين مصر يكون على راسهم شخصيه من الشخصيات المعروفه من الفلاحين بانتخابات بين الفلاحين ايا كان بتعيين المهم الموضوع ده ينتهي. فموضوع القانون ده موضوع جاي في وقت خطير جدا لان معظم النقابات ديت والاتحادات والكلام ده بيعمل بلبله في الشارع. انا بطلع اقول انا نقيب فلاحين انا اعمل كذا يطلع واحد تاني يقول لك انا نقيب فلاحين. الموضوع كتير. نعم. ومين اللي هيفصل في الموضوع ده؟ ما عندناش مجلس نواب دلوقتي فما فيش غير سياده الرئيس اللي احنا بنتوجه له وده كان قرار صعب جدا. في ناس خدته بمحمل تاني يقول لك مثلا ده نصفي حاجات معينه. احنا اي واحد مخالف الشعب نفسه بيرفضه مش مستنين ان حد لو حد كويس واي حد شاله الشعب هيصور. لكن الناس اللي مختلف عليه واحد الناس كلها عايزه تشيل فلان هتشيله من غير يعني قانون وكده. لكن قانون سياده الرئيس ده احنا معاه قلبا وقالبا وبنتمنى انه يتفعل على ارض الواقع خاصة في النقابات والاتحادات بتاع الفلاحين. نعم. طيب حاج محمد قلت لي ان هذا القانون هو مهم جدا لقطع رؤوس الفساد. طيب عشان احكم على ان يعني هذه الشخصيه هي فاسده طب انا لازم انا عندي جهه تحكم وتراقب وتقرر من هو فاسد ومن هو صالح. تمام. طب هنا ما فيش تخوف من هذا القانون يعني الاول بص لازم نعرف يعني ايه فساد. يعني ايه كلمه فساد؟ ما هو كله بيتكلم ما هو جايز انا 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 جايز انا شريف وفي وجهه نظر التاني انا فاسد. نعم. لان مش ماشي مع الموجه لازم يتحط تعريف من هو ايه هو الفساد. صحيح. من اصل الفساد على مفهومي اللي بيعمل حاجه تضر بلده ومجتمعه اللي هو عايش فيه ده فساد باي بجميع انواعه سواء لفظي سواء مادي سواء عيني سواء بيئي حتى ده اسمه فساد. عنصر فاسد في المجتمع اضر باللي حواليه او اضر بمجموعه بيمثلها. برجع واقول ان الناس برضو العمله الجيده بتطرد العمله الرديئه. مع التعدد او كان الموضوع بتاع الحريات النقابيه والنقابات المستقله لو هتكلم في التخصص بتاعنا عشان ما نخرجش في حاجات تانية مش من حقنا نتكلم فيها. تمام.
نيجي احنا خدنا مفهوم الحريات النقابيه بطريق خطا ان كل 50 يتجمعوا يروحوا يعملوا نقابه. نعم. فده لا، وده اللي حصل. ده وده اللي حصل ايا كان هم ايه. اولا فيه نجيب النقابات دي والاتحادات دي، تعالوا فين النظام الداخلي بتاعكم؟ فين اللائحه اساسا بتاعتكم؟ هو ده الادل الحريات النقابيه والاتفاقيات الدوليه بتقول كده، تقول لازم يكون حاطين نظام اساسي ليهم، لائحه ليهم، شروط للعضويه. نبدا نحط الخطوات السليمه ان احنا نوصل بيه. نعم. انما انا النهارده مش من حقي ان انا اطلع اهاجم هنا حاج محمد فرج، يعني ده كان في وقت يعني هذه في مده حقبه من الزمن وقتيا كنا بنقول ان دي الحريه النقابيه. بس لكن بعد كده احنا اكتشفنا ان ده اصبح الامر يعني مترهل قوي. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا النهارده بنتكلم وحلمنا كلنا ببلدنا بالثورتين ان احنا نعمل دوله صاحبة مبادئ وصعب، ورقم واحد ثاني حافظ عليه. لان احنا قدامنا سيناريوهات كتير. احنا قدام ليبيا دلوقتي سيناريو معلم به لربنا، اليمن معلم به لربنا، العراق معلم به لربنا. نعم. وسوريا بتعافر على خير. احنا مش هنبقى كده عمرنا، ومش هنسمح لبلدنا ان احنا نبقى كده، ولا شعبنا هيبقى كده. فانا النهارده عشان اعدي ببلدي وبامن بلدي، لان احنا قلب العروبه، لان احنا وقعنا العرب كلها تقع. ايوه، لازم نقضي على الفساد. محمد فرج ده عنصر فاسد، لازم نتحاكم. فيها ايه دي؟ دي ما ومش معضل ليه؟ وكله وانا على وانا قاعد مطرح كده على يقين ان الاجهزه الرقابيه عندها كل حاجه. عندها كل حاجه، مش حاجه مش هتاخد مننا وقت. بس هي يعني ايه؟ مراحل. انا تقديري لها ان هي مراحل. مرحلتها لسه جايه فيما بعد، في وقت قريب، يعني مش هنقعد كتير. في وقت قريب، بس الدوله في اهتمام لحاجه معينه دلوقتي. طب انا هرجع لك تاني، ان النقطه دي مهمه قوي حاج محمد فرج. لكن طبعا الحاج حسين قلت لنا ان القانون ده احنا انتظرناه كتير قوي. انتظرتوه ليه؟ انتوا كان عندكم ايه المشاكل اللي عندكم في النقابات واتحاد اتحادات الفلاحين؟ ايه المشاكل اللي كانت عندكم خلتكم مستنيين صدور قانون زي ده؟ احنا طبعا على المستوى الخاص، احنا حتى كنا من قريب كده كنا عاملين مؤتمر في الحرس الجمهوري، نادينا فيه كل رؤساء النقابات والاتحادات في مصر على اساس ان احنا نوحد نفسنا قبل ما يصدر القانون ده. لان احنا حاسين بالخطر. موضوع الدكتور البرعي فتح الموضوع على مصراعيه بتاع النقابات. فزي ما يقول الحاج محمد كده، كل 50 يروحوا يقدموا في القوى العامله يعملوا نقابه. انا ممكن في الصبح اروح اعمل نقابه، حضرتك تعمل نقابه، الحاج محمد يعمل نقابه، بقى في ثلاثه كل واحد عايز يظهر انه احسن فبيسب في الثاني. مصلحه الفلاح رايحه في رجلين، الفلاح بيستفاد ايه من الموضوع ده كله؟ الفلاح بيشوف النقابه عامه مثلا للفلاحين اسم رنان، بيروح يقدم ورقه وعلى اساس يبقى عضو وعلى اساس يستفاد. نعم. فلوس الفلاح ده رايحه فين؟ انا قدمت اوراق للاموال العامه ووزاره القوى العامله وفي اسم الدقي، بقول لهم حاسبونا تعالوا شوفوا الفلوس بتاعتنا دي بتروح فين؟ لان معظم النقابات دلوقتي ما عندهاش حساب بنكي، بتاخد الفلوس دي تخش جيوب ناس معينه. الفلوس ديت فلوس فلاحين غلابه، يعني لما واحد يدفع 25 جنيه على اساس عنده امل النقابه دي تعمل له حاجه، 25 جنيه تروح تجيب واحد يجيب بها بسكوت ويجيب بها ميه معدنيه، ده مش هو اللي اساس من النقابات. احنا لما نادينا بالنقابه للفلاحين من 2005 كنا املنا النقابه دي تبقى صوت الفلاح، تخدم الفلاح مش تضغط على الفلاح. الفلاح دلوقتي الابر اللي بتكسي الناس، يعني الفلاح اللي شارب المر في الجبل ده ما يعرفش حاجه هنا في مصر. فيجي يقول لك ده فلان نقيب، بيروح له يقدم له ورق، تبص تلاقي واحد نصب عليه في ارض، واحد نصب عليه مش عارف ايه، ده نقيب فلاحين. طب انا الدوله فين؟ انا لقيت القانون ده اول ما صدر على طول، حتى جت رساله على المحمول، انا فرحت فرح جامد قوي وقلت ده اللي احنا منتظرينه. لان كذا تجمع، احنا تجمعنا قبل كده وشخصيات كبيره من الفلاحين على اساس نعمل اتحاد ونعمل مجلس اعلى للفلاحين ونعمل مجلس قومي ونعمل، بس معظم الجهود يعني في ناس نفوسها ضعيفه، كله عايز يمسك كرسي. طب انا يبقى فين؟ انا رئيس ولا امين ولا ايه؟ لما الرئيس اللي يعمل الحاجه دي احنا هننقاد غصبا عن ان فينا كلنا ان احنا نعمل حاجه كويسه. انا هعلق على الجزئيه دي، بس انا عايز اسمع فيها راي الحاج محمد فرج. لما الرئيس بنفسه هو اللي يتدخل علشان يحمي هذه الكيانات والهيئات المستقله وهذه النقابات، وهو بنفسه اللي يتدخل، مش معنى كده ان ده اشاره الى ان الفساد قد ايه مستفحل لدرجه ان ما عادش فيه هذا الصف الاخر اللي يلي الرئيس اللي يقدر يعتمد عليه ان هو يؤدي هذه الوظيفه او هذه المهمه؟ في بدايه كلامي يا استاذه نادي، ان المواطن العادي دلوقتي ما بقاش قدامه رئيس الجمهوريه. تمام؟ على
طب ما ده مؤشر يعني بيقلق. لا هو بيقلق بس يعني نقدر ناخده من الشق اللي هو الايجابي اللي فيه اللي هو الايجابي ايجابياته اكتر. هو في ناس معارضه للقرار الجمهوري، في ناس معارضه يقولوا لا ده مش دستوري ويخالف الماده 215 والماده 216، في ناس قالت الكلام ده. انا طالما انا الوحيد اللي النهارده شرعي وجاي باراده شعبيه هو رئيس الجمهوريه. مع احترامي الكامل للحكومه المصريه اللي موجوده كلهم جايين تعيين، الوحيد اللي جاي باراده شعبيه هو عبد الفتاح السيسي. فقط لا غير، ده اللي الشعب انتخبه وده اللي الشعب مفوضه. اذا المرحله اللي احنا فيه والخطر اللي احنا فيه اما هو يجي هو شاف ان هو اللي بيشيل الموضوع لوحده دلوقتي، فايه المانع انه يطلع قرار جمهوري زي دي؟ هو هيشيل ده هو الراجل حتى في القرار الجمهوري محددها. مين اللي مين اللي هيتشال؟ عشان ايه؟ يعني محدد عشان برضه يقطع الطريق ان ما حدش يزايد وما يطلع لناش الاصوات اللي هتقعد نكرر في الكلام دي. انا هرجع بقى لكلمه الحاج حسين ان هو بيقول ايام الدكتور البرعي والحريات النقابيه. لو رجعنا للاتفاق الدولي الحريات النقابيه اسمى معاني الحريه. ان انت بتعمل نقابه انت صوتك انت اللي بيوصل. في سبيل ان النقابه دي هي اللي بتدافع عن حقوقك وبتجيبها لك. القصه مش قصه 25 او 30 او كلام. احنا احنا كفلاحين نقابه المهن الزراعيه بتاخد مننا فلوس وما لهاش علاقه بينا نهائي. كل واحد حيس فيني في جمعيته بيدفع على الفدان 5 جنيه لنقابه المهن الزراعيه، انا ادفع لنقابه المهن الزراعيه ليه؟ تمام؟ كنا ان احنا نختلف في الجزئيه ديت، انا بحمل المسؤوليه هنا لمين بقى؟ للاتحاد التعاون الزراعي المركزي، لان هو كان الممثل الشرعي الوحيد بقانون 122 لسنه 80 ان هو اللي كان بقانون. طب انت وصلت الفلاح للمرحله اللي هو فيها دي، انت المسؤول عن كده. مع احترامي كل اللي فيه ابهاتي واصدقائي وكل احترام ما بيني وما بين شخصياتهم، لكن انا مختلف مع القانون كل وجزئي، لان هم كلك كانوا بقوا اعضاء مجلس الشعب والشورى. طيب اعضاء مجلس الشعب والشورى دي طلع عليهم ثورتين واتحلوا، هم لسه موجودين. يبقى اذا انا اللي هو كان الممثل الشرعي بالقانون موجود وكان معاه الصلاحات اللي يعمل كل حاجه ما عملش وصل الفلاح اللي هو فيه، وكان معانا ال 50% عمال وفلاحين وضاع جميع حقوقنا. ايا كان هي حق انا كفلاح هو حق الدوله. مفيش مصلحتي مش هتتعارض مع مصلحه الدوله. طب حاج محمد، يعني انتوا اجتمعتوا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقعدتوا معاه ولقيتوا ان وجهه نظره تقريبا هي بتتسق معاكوا في ان لابد من توحيد هذه الكيانات التي تتحدث عن الفلاح المصري. هذه النقابات المتعدده لابد كلها تتحد بحيث ان كلها تؤدي دور واضح للفلاح، يستفيد منها الفلاح بالفعل. تمام. طيب هل انتوا بهذا القانون شايفين ان هو بدا ياخد خطوات ناحيه هذا الاتجاه اللي انتوا اتكلمتوا فيه واللي هو اتفق معاكم فيه؟ هو بص انا هو انا جمعني لقاء مع الرئيس السيسي 5 ساعات ويمكن كان كلامي واضح وصريح. قلت له انا عايز حقي كمواطن مصري عشان لما اتكلم على فلاح بس يبقى انا عنصري، هيطلع العامل يختلف معايا، هيطلع الدكتور يختلف معايا، هيطلع المهندس يختلف معايا. احنا بنحط مبادئ النهارده الطبق كل المجتمع المصري اجمع ان الفلاح هو المظلوم في الدوله. هنيجي نقول الكلام ده وهنتفق عليه. ايه الاليات؟ الاليات اللي نفعلها اللي الدوله تقوم بيه. وانا مش عايز نقابه ولا حاجه. لو انا انحفظ لي حق في قانون ويتفعل اهم من وضع القانون تفعيل القانون نفسه. احنا عندنا قوانين عده للحمايه والكلام ده، بس في ناس حريفه بالتلاعب بالقانون. ادي مشكلتنا، انما اما نحط قانون ويصدر قانون تفعيله ومين اللي ناقشه واللي ناقشوه دول فعلا هم وطنيين ويمثلوا الطبقه دي ولا لا؟ لان هنقعد نختلف كتير. فلذلك انا بقول لك اهم من صدور قانون تفعيل القانون نفسه. تفعيل القانون ده اهم حاجه. طب حاج حسين، دلوقتي اصبح المسؤول عن كل هذه الامور هو سياده الرئيس شخصيا. لو هتوجه له رساله دلوقتي وتقول له سياده الرئيس خد بالك انا عايز الفت نظرك لكذا وكذا وكذا من عناصر وعوامل الفساد اللي موجوده، ممكن تقول ايه؟ يعني كانك دلوقتي بتكتب حاجه او بتشهر
الفساد شكله عبارة عن إيه فيما يخص بتعاملات الفلاح مع النقابات، مع الاتحادات، مع أي جهة ممكن تكون بتاخد اسم الفلاح وما بتقدمش شيء. إحنا لو قسمنا الشعب المصري زي الشعر ما بيقول سبحان الذي قصب الحظوظ فلا ملامة أعمى وأعشى وذا بصر وزرقاء اليمامة، هنلاقي الفلاح هو الأعمى في البلد بتاعتنا دي. ليه الفلاح الأعمى؟ فلاح حقه مش واصل، كل الناس دلوقتي ليها نقابات مهنية إلا الفلاح المصري. الفلاح ملوش نقابة ليه؟ فلاح إحنا قعدنا مع السيد الرئيس في عيد الفلاح وقلنا له الفلاحين 55 مليون، قال ده الفلاحين 60 مليون. لما الفلاحين 60 مليون يعني أزيد من نص الشعب المصري. إزاي يبقى العدد ده كله ملوش نقابة مهنية؟ إحنا بنقول القانون ده بداية خير وبشرة خير وبداية كويسة إن هو نفتح الملف بتاع الفلاحين ده، ملف الفلاحين ده كبير قوي. الفلاح انا لسه ناس بتكلمني فلوس القمح ما خدوهاش لغايه النهارده في المنيا، من يعني وردوا في 1/6 لسه ما خدوش الفلوس لغايه النهارده، مع ان السيد الوزير قال لك ده الفلوس راحت. مشاكل الفلاح عده، الفلاح بيروي الارض دلوقتي، معظم الفلاحين الميه مش عايز اقول لك شكلها ايه، لان انا مش عايز اثقل على الشعب المصري. الميه ممكن معظمها من الصرف الصحي والصرف الزراعي، فانا الفلاح نقصه حاجات كتير قوي. لو فتحنا في مشاكل الفلاح هتلاقي مشاكل مصر كلها، تحطها في بيت الفلاح وتحط مشاكل الزراعه عليه. فانا الموضوع ده مش عايز افتحه قبل العيد، لكن انا بدايه خير ان احنا نعمل نقابه فعلا للفلاحين، لسان واحد يتكلم بالفلاحين. السيد الرئيس مهتم جدا بالشان الفلاحي، لكن احنا عايزين وزاره الزراعه زي ما قال الحاج محمد تفعل الحاجات دي على ارض الواقع، تقدم قوانين، تقدم حاجات ان احنا عايزين كذا وكذا وكذا، ما يخصوش ناس معينه اللي بتوصل لمناصب، توصل لكده حبيبي ده ابن عمي، لكن احنا عايزين صوت الفلاح الغلبان اللي قاعد على المصطبه، اللي احنا جايين دلوقتي نتكلم باسمه، نقول الفلاح دي عايزين. انا جاي من الارياف على هنا على طول، الفلاحين دلوقتي قاعدين على المصاطف في شهر رمضان، في ناس ما بتاكلش لحمه، مع ان الفلاح هو اللي بيصنع اللحمه. المفروض الفلاح ده بيت منتج، بيبقى عنده العلف ويبقى عنده السعي ويبقى عنده البقر والجاموس وكل حاجه، لكن الفلاح دلوقتي بين ممكن ياخد الحاجه يبيعها ويبيعها للناس تاكلها وهو مش لاقي، يبقى هو المنتج وفي نفس الوقت مش لاقي حاجه. ما هو زي ما قلنا قديما منتجا يعني رغم فقره ويعني مناضلا رغم اضطهاده زي ما يقول الفلاح المصري. عايزين المقوله دي تبقى قديما وخلاص، ده احنا عايزين نلغي الكلام ده، عايزين نقول محلها عيشه الفلاح. الفلاح ده يعني هو اللي ماسك بيده الخير، مش معقول ان انا ازرع التفاح وازرع الفاكهه واكل ارض الاصناف، مش معقول ان انا ازرع القمح وما عنديش عيش جوه بيتي. طيب حاج محمد انا هختم بقى من عند حضرتك، قلت لي ان دي خطوه وستليها خطوات ايضا كثيره، ايه الحكايه؟ ان شاء الله في حاجه في الكواليس حاج محمد باذن الله. يعني في اللي احنا مستبشرين به خير وجاي خير، بس ان شاء الله نفتتح قناه السويس يوم 6/8 باذن الله، وانا متوقع خير كبير وقرارات هتسلق قلوب الشعب المصري الحقيقي. يعني شايف ان حتى كمان صدور هذا القانون في مثل هذا التوقيت واحنا بنستعد للاحتفال، اشاره لفاسدين يعني. وانا على ما اعتقد انها وصلت. انا عايز اقول كلمه برضو، انا تفتكروا عصر الفساد ممكن ان شاء الله يضمحل؟ يعني انا عايز اقول لك على حاجه استاذ نجاد، الرئيس مش هيعمل حاجه لوحده، ولازم احنا نعي الكلام ده. احنا دورنا في مجتمعاتنا التوعيه والنموذج الصالح، لازم احنا نبقى اساسا قدوه. احنا فاسدين، يبقى هو ده النتاج بتاعنا، يبقى هو ده عشان نيجي من الاخر. الرئيس لوحده بالكم اللي عليه ده مش هيقدر، مش هينفع وتعتبر خيانه، هي خيانه مننا لو سيبنا الرئيس يشتغل لوحده. احنا بنتكلم احنا ده انا ما يعني مش هقف عند اسمع عبد الفتاح السيسي، انت بتتكلم في مصر وهو الراجل عمال يبعت رسائل، يعني ناقص يقول يا اللي ما عندكوش دم يا فاسدين التموا شويه. طيب ده اللي هنقدر نقوله. حاج حسين سريعا، عايز اقول للفلاح المصري يعني احنا جنود في مواقعنا، فلازم نحارب بالفوز بتاعتنا، نحارب الارهاب بعينينا بفوسنا حتى بقلبنا ان احنا نغضب عليه. وبقول لهم كل من يحمل هم ان الهموم لا تدوم، مثلما تفنى المسره هكذا تفنى الهموم. ان شاء الله الهموم دي كلها هتزال، وان شاء الله العصر اللي جاي يبقى احسن وخير لمصر كلها، بس نصبر شويه، احنا صبرنا كتير، نصبر فتره تاني
مع السيد الرئيس لان اتجاهاته كلها في صالح الفلاح المصري. فاحنا عايزين نصبر شويه ونحافظ على الراجل ده ونساعده انه نطلع من الكبوه اللي احنا فيها دي. والظرف الدقيق اللي في مصر فيه. ان شاء الله هنقدر نجتاز كل هذه العقبات. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكركم ايضا كمان على هذه الرؤيه الكويسه قوي الحلوه قوي للي ما هو اتي اللي جاي ان شاء الله. والقادم ده هيبقى في المستقبل القريب باذن الله. وطبعا احنا شغلنا احنا كقناه، قناه مصر الزراعيه، هي يعني انها بتوصل كل هذه المعلومات للفلاح المصري، كل هذه ومضات الامل للفلاح المصري، علشان نقول له ما تقلقش احنا موجودين معاك، ما تقلقش احنا في ظهرك. والنهارده يمكن يكون مش كويس قوي، لكن بكره هيكون افضل، واللي بعديه افضل ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا الحاج محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين وصغار المنتجين. ايضا كمان بشكر الحاج حسين عبد الرحمن ابو صدام الامين العام للنقابه العامه للفلاحين، نورتونا وشرفتونا، وهنستضيفكم ان شاء الله قريبا ويكون لدينا كل هذه الأمنيات تحققت سريعا، وكل هذه الرؤى اللي قال عليها الحاج محمد فرج إن شاء الله تكون ما بين أيدينا شيء ملموس وواقع نعيشه. مشاهدينا الكرام انتظروا بقى إن شاء الله بعد الفاصل عاصم هيكون معاه هذا الجو الإيماني وهذه الأسئلة. حتى كمان مشاهدينا اللي عايز يسأل ويستفسر عن أي شيء يتصل، لأن إن شاء الله هيكون هناك إجابات يعني تشفي كل من له أي سؤال أو أي علة عايز يسأل عنها. مشاهدينا فاصل قصير وراجع لكم تاني، أرجوكم بقى ما تروحوش في أي حتة.